السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل كورس الماكس، وهنشرح النهاردة موديفاير سويب. عندنا مثلا حيطة زي كده وعايزين نرسم ليها كورنيش، تمام. دلوقتي عشان نرسم كورنيش لازم نرسم الباص، فجينا عن القايلين لاين وقلنا مثلا شغلنا السناب على الفيرتكس وقلنا هنبدأ نرسم لاين على حدود الأوضة، تمام كده؟ تمام. اجي دايس الت كيو عشان اعمل ايزوليت. دلوقتي كده انا محتاج ارسم الكروس سيكشن بتاع مين؟ بتاع الكورنيش. اجي رايح للفرونت وارسم كروس سيكشن لمين؟ للكورنيش. وليكن مثلا نرسم كروس سيكشن كده، وليكن مثلا رسمنا كروس سيكشن زي ده، وقلنا عايزين نطبق الكروس سيكشن بتاع الكورنيشة ده على المسار اللي احنا كنا راسمينه على الحيطة. هنيجي هنا ونقف على الباص، وده كده بالنسبة لنا المسار اللي هو ده، اللي هو مين؟ الباص. واجي في دايس في الموديفاير ليست على موديفاير سويب. بمجرد ما انزل سويب هتبص تلاقي ان هو بيقول لك ان انا عندي اصلا كان قطاع زي مثلا الانجل والبار وكل الاشكال الموجودة في مين؟ في البيلت ان سيكشن. لا، انت دلوقتي كده محتاج ان انت تستخدم الاشكال دي، ولا انت راسم الكروس سيكشن؟ اقول له لا، لو سمحت قول لي يوز كاستم سيكشن، انا راسم اصلا الكروس سيكشن. اول ما تيجي تقول له بيك للكروس سيكشن بتاعك هتبص تلاقي الكورنيشه اترسمت. بس ايه ده يا باشمهندس؟ الكورنيشه المفروض تتعمل لها ميرور. لو انت جيت بقى قفلت السيكشن تايب وفتحت اللي سويب بارامترز، اول حاجه هتلاقيها ان هو بيقول لك ان انت ممكن تعمل ميرور في الاكس زد. لا، الميرور يا باشمهندس في الاكس زد، انا محتاج اعمل ميرور في الاكس واي على اساس الكورنيشه تبقى مرسومه بالشكل ده، تمام كده؟ تمام. لا يا باشمهندس استنى كده، انا محتاج اظهر بقيه الحيطه عشان اشوف مين الكورنيشه دي مرسومه فين. دلوقتي بالشكل ده انت هتلاقي الكورنيشه مرسومه. لو انت دوست اف 3 هتبص تلاقي الكورنيشه. ايه ده يا باشمهندس؟ ده الكورنيشه مرسومه غلط خالص، يعني الكورنيشه مش مرسومه جوه في الحيطه زي ما احنا مفروض. يجي يقول لك في حاجه اسمها الاين بيفوت، ولو انت جيت دوست كده على الفرونت هتبص تلاقي ان هو بيقسم الكروس سيكشن بتاعك لتسع نقط، ويقول لك انت عايز تبدا رسم من انهي نقطه. دلوقتي كده المفروض ان احنا نبدا رسم من النقطه دي، تمام. بس يا باشمهندس هو دلوقتي كده لما انا بقول له الاين بيفوت بيجي يقول لي ايه؟ بيجي يقول لي انا هشيل لك مين؟ هشيل لك الشكل بتاعك، يعني مش ظاهر الكورنيشه ك3 دي. طيب انا عايز اشوفها ك3 دي وفي نفس الوقت اتحكم انا ارسم منين. وقتها بيقول لك ان انت التسع نقط اللي كانوا مرسومين عن طريق الالاين بيفوت هتلاقيهم هنا مرسومين بالشكل ده. اختار النقطه اللي انت عايز ترسم منها وليكن النقطه دي هي الصح، تمام كده. وبعد كده يبقى احنا كده رسمنا الكورنيشه، وده اللي بيعمله مين؟ موديفاير سويب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.